طيب هنا سؤال هل يجوز سوء الظن بالمسلم؟ نقول في المسألة تفصيل. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذن بعض الظن إثم وبعض الظن ليس بإثم، فمن ظهرت منه الريبة من مكان الريبة أو من فعل أهل الريب ومن يتهمون فإن هذا يساء به الظن، والمطلوب من الإنسان أن يجتنب مواطن الريب وأن يبتعد عن الخطوات التي توصله إلى التهمة. وأما من ظاهره الخير والصلاح فلا يجوز أن يساء الظن به لعدم وجود القرينة والمقتضي لإساءة الظن، بل هذا من المحرمات التي لا تجوز. إذن ليس كل سوء ظن لا يجوز، قد قال ابن حزم وسوء الظن أي في موطنه الصحيح حزم، والحزم فضيلة، الحزم فضيلة، فالإنسان لا يكون مغفلا ويقول أحسن الظن أحسن الظن، الظن له موطن صحيح يحسن به. وأما إذا رأيت الإنسان يخوض في أماكن التهم فيتهم